مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير تشيز كيك. عنا 300 جرام دايجستيف بسكيت، 150 جرام جبنة ماسكربوني، 300 جرام فريز مقطع بهيدا الشكل، 75 جرام سكر، ملعتين طعام سكر بودرة. بدي استعمل نص ملعقة صغيرة فانيلا ونص كوب زبدة دايبة، 150 ملي حليب وظرف كريمة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط البسكت بالمكنة وبنعمهن. نعمت البسكوت بهيدا الشكل. هلأ بحط فوقن الزبدة. بسم الله. بحركن مع بعض. عندي قالب مغلفيته أطراف بهيدا الشكل بورق الزبدة. بحط البسكوت بقلب القالب. بسم الله. بضغط على البسكوت أكيد. بمدوا نفس المستوى. هيدي اول طبقة انتهينا منها. بحطها على جنب. بدي كفي انا وياكم الطبقة التانية. بحط الحليب، الكريمة، بحط كمان سكر البودرة، بخفقهم مع بعض. بس صارت الكريمة بهيدا الشكل، بحط نص ملعقة صغيرة فانيلا وبحط الجبنة. بخفقن مع بعض على سرعة خفيفة. هيدي تاني طبقة انتهينا منها. بحطن على الطبقة الأولى. بسم الله. بمدوا نفس المستوى اكيد. فيني استعمل الدبل كريم بدون الكريمة. هلا بحطهم بالبراد لبلش انا وياكم بالطبقة الثالثة. هلا بدي اعمل انا وياكم الطبقة الاخيرة. بحط الفريز والسكر. بحركن على الغاز تحريك خفيف ليدوب السكر. بهيدا الشكل. بلش السكر بالذوبان. بس بلشوا بالغليان، بخفف الغاز شوي وبتركن يغلوا مع بعض 5 دقايق. بس غلوا بهذا الشكل. هلأ بطفي الغاز تحتهم وبحطهم على جنب ليبردوا. بس برد منيح الصوص. هلأ بحطه على وجه الكريمة. بسم الله. بمدن على الكريمة. هلأ بحطهم بالبراد أقل شي 3 ساعات. هذا تشيز كيك بعد ما حطيته بالبراد 3 ساعات. لأشيله من القالب أنا وياكم. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. لشوف انا وياكم كيف طلع من الداخل. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. كتير روعة. هيدا تشيز كيك اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا. وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.